جيسبيغ كو فوزالي بيان كي دايرين لاباس عليكم كبقيت مزيان امور هانيه اليوم انا واحد سحوت ضروري انا مورا الكاميرا ما درتش قررنا نبدلو الديكور ديال البيت ما بقيناش مرتاحين بحال هكا قلنا كاع هاد النضو السعاده من هنايا ونبدلو هاد ليزار هو يتسقن وخدا لي تا هما نديرو ميتسقنو صافي نبدلو الديكور ديال البيت معجبناش بحال هكا حتى هنا حاطين الشوامط ديال اللي دخل من الباب كيبان له داكشي قلنا نحولو الناموس اللي هنايا ونحولو هادشي هنايا وهادشي اللي كاين الخوت المهم خليكم معانا كاين بزاف ديال الحوايج كاين وبزاف ديال الحوايج وهادشي كيفاش غنصور بزاف ديال الحوايج حيت هنا خليت غير داكشي حيت انا عزلت شي بزاف ديال المسائل غادي نديهم لخويا حيت غادي نمشي عندو ان شاء الله باش نديلو اللي كانت صيفطات لي ديك البنت من فرنسا عزلت شي حوايجات غنديهم ليه داكشي ديال الفرماد وداكشي غنديلو معايا خويا عزلتهم وخليت شي حوايج ديالي انايا وداك الطبق ديال لي لاباط وداك الروب داكشي اللي جاب لنا وسميتها العدس داكشي كامل عطيتو لخالتي باش طيب لنا في رمضان والطن وداكشي مع كنديرو البيتزات والطبق صافي خليت انا داكشي اللي عندي ديال خويا وشي حوايج قوية وهادشي اللي كيبان خوتي يلاه خليكم معانا خرجوا هاد روينا وحنا معاكم ما تزابيوش ايوا الخوت من بعد ما رجعنا ليكم غادي نخرجوا هادشي كامل برا وخليكم معنا الخوت يلا حسحوت بالله شقتنا
تحكيني بزاف هذا عندك. اش كنبانو؟ كاملين دابا انا من هنا وجنبي. طرق ربعة الكاميرات. وانا هنا جنبك. حيت بنت لي كاميرا عود. سيري شوفي يقول لك السكرا من مزدوني تا ورا تا وتا تا الله ولي تزاكي. تحبش تفوت. سميتي سي الله. هذا الشيطان دابا الشيطان تيهضر في الودن ديال شي واحد اخليهم اخليهم راه باقيين زوينين الشيطان انزل دابا انا اللي تلقى
قول لي قول لي انا بغيت نتيجه العواد اه وهذا هكا اه صافي حدا صفر حدا صفر هنا هاك
شنطة انا شنطة وما عارف. هاي الشنطة الكبيرة يخرجي صور شوفي بلاتي بعدا نشريو بعدا ولكن خصك تدير لي زار دابا تدير هادو لا حيت حيت صير ما طويلش فهمتي بحال نحاول نمشي نجيب ديكور ديالك غير كتحيد من الخطر. يا سلام دير هذا السريع يلاه وصل البلايك دارو باش نبقاو حنا وغير على خير. اختي دابا نجيب لا لا حطوها دي هنا خليها دابا مفتوحه ماشي هذا الكم تاعها هذا ديرو وقيلا في الصاك ديال التراب في لا ماشي وقيلا في هذاك المعاميك تنشوف لا ساكنة في قلبي أنت مفتاح الأمان وعليك وصانا ربي ومذكورة في القرآن ميمة ويا العزيزة يا صدر الحنان ربيتينا وعلمتينا الميمة الخوت غادي نمشي نجبد التكاكي ولي زحت غادي نتعطلو خليكم معايا تنرجعو انا معاكم الميمة الخوت انا جي جبدنا لي زار جبدنا التكاكيات غادي نديرو الصباح نشوفو شكون اللي غنديرو دابا دابا غادي نسرحو دابا تما دابا غادي نقادو لي زار باش نحطو بيه هادشي وانتوما معانا الخوت يلاه خليكم معانا يلا دابا تلقيتو صافي فيها جبدنا سلي هو غطيها وانا بعدا دخلت نستاج بولي جيد هنا يا سلي ماما انزل واش كيجيو عاد طالع تما انت تقل كيف غتطلع انا هذا الشيء شوف من تحت واش هابط بزاف لا ما هذا ما نزلش انا تعيني حتى باش صاحبي يشوفونا اللي كان صعيبه ويلي حتى واقف تبكي عليه ونقصا هو غادي يجي شتي دابا جبد يلا جبد لي جبد هاك هاي فيفريت شتي ديما تخدم بحال هكا هاك صافي هذا فكي دابا بلاش او كيجي او سي دوزي زو ستي لا لا واش تي لا ما تبغيش لا 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 ل
ناري 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 قلت لها انا صافي؟ بلاش انا زلمه بلاش دابا تفقد دابا انا ما كاينينش شحال بحال اللي كاين غير بحال لو دلنا للوريدات صافي؟ سي اختي هاي وحدة ما درنا لهم ما تما درنا لهم هانتوما الخوت عزلنا هذوك فيهم الوريدات في اورو ما كاينش كل وحدة بوحدة نقاد انا بعدا هي اللي ولا شد معايا انا شحال ديتي بعدا تقاد لي وحدة هاكا طا دابا قديتي من هنا البرد زوين طايح سير شمشي كندبحو لحولي لا خبز قطعهم شوي منيهم ما اللي غادي نتفقسو على قبله وين نيتك زوينين مشري عليهم متكونش غير شي كسوة ديالي لا لا ضروري زعما غادي نتعرف على العافية ولا شي حاجة شد هكا شي يلا قد يا بسيطة يبت يبت شوية فنيون ينفهم الوريدة ايش ما عندي صارت كنت مش ند يعنزني ما ليس تعنزيني يا غريب بعين هذي كي آس بحال الله ينخذ لي طوالين أه. ولكن هو مرة جوا جوا مرة بعين قلبي يوم من؟ لا لا قلبي يوم من؟ قلبي يوم من؟ انت زاد تاني؟ لا فوق منا تجي فوق منها هي بلاش عيش شد شد يلا شد بلاش تبان لي دنيا بحال صايمة واقع لا لا الخوت هاد النهار تغلب جاني جتو عشرت البك عشرت البارح فنيدة ديال المسران راك عارفين الخوت كيجيب لي الجوع اللي كنشربو كينتفش والله إلا جاني الجوع وني شنو ندير داك الشيء الله ما بتش بالعام تابع لك تتربي تتربي انا كنت حسيت نحملو هذا البيت نسيبوه باش يبقى لنا احسن جيس انا خاص شويه مثلا تكينا تاعي حالته انت يا امي كنت ولا شي مرات كنت تعرف راكم حس حوت راه مزاوج بمراه واحده اخرى اه ايه تاع على سبا نضحك معاك شكتي سيب شي ايه هاد بدو بدو نحتاج نحتاج والله الا وليدات زوينين ما شاء الله زواع دابا شنو مازال هادو نيو هادو خليهم حتى نصيبهم عاوتاني ما عرفتش هادو خصنيهم عاوتاني زوينين انا غير باش نقاد زعما بهم ديكوراسيون صافي شافنيوني هذا ولا الانسان يخطي بهم ضروري يقاد امور انا تما زوينين يعني. ها دابا شنو باقي لينا؟ دابا ندخلو داك الشيء هنايا صافي يلا دابا شنو مات؟ نقلق لهم الكاميرا هاك الابتزاز هاك خلاص وفين حتى خدم داك الشيء هنايا لا زعما انا نزل الكاميرا نحطوها عليها راه فينا ونقطوها وحنا نخمرو هنايا صافي مزيانة تا دابا يلاه الخوت خليكم معانا على ما نقادو الكاميرا عاوتاني فين تيكسي وحنا نبقاو غاديين حتى شي غنتاكلو فهاد الكاميرا يلاه سير ندخلو داكشي وشوفو كيفاش هانسي يلاه خليكم معانا ايوا كيما كتشوفو رجعت ليكم مع الخوت قالت لكم وليداتي هنا ضروري وليداتي يكونو هنايا حيت دوك الخدا اللي كانت معطاتهم لخالتي تخبيهم وقالت لينا تستقرب على كيفاش صافي انا غادي نجيب نحط الشوالط ديالي وديك المسائل ديالي ولا نخلي بغيت يسكن ونبقى نصلي هادشي كذا خوتي خليكم معنا وغادي تشوفوا كلشي يا دابا 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 شنو اللي غديري الاولين كنحاولوا نحضروا شويه من لا 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 انا قام وصفت جيب من هنا ديري هكا ولا هكا
نعاونكم. ها؟ هي خالتي؟ أسرار الزمان. Thank you.
صدر الحنان
الخوت دابا ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نحاول نجمع هذا الشيء ونلقى ديك الحاجه اللي غادي نديوها. تعال دخل هل كمل هضرتي؟ انا قلت لك دابا نقطع مع زين ما غاديش نشوف. ومن بعد وانا معكم غادي نوريكم كل شيء، شنو تقدر تسمي غلاضيتي في هضره مديري. غلاضيتي انا مزال دابا. وماي ما نخوت كما كتشوف نوضي. ها بغيتي تشوفوني دابا. وقف. وقف خصنا نكون. وماي ما نخوت كما تشوفوا البيت تبارك الله ربنا من الديكور ها انتم انا بغيت نتكا انا هنايا ولا حوتي تكا هنايا واعره هنايا. ولا موسي كما تجيبوا ستفتوا شي زوين. هنايا وبدلنا درنا هنا زربيه باش نبقى نصلي. هاي كتبلهم السلايات بالقران بينوار والصوره باش نستناو الدنيا. وانتم كي جاتكم الدنيا كنقولهم انايا تيبان لكم كلشي. امين هنايا داك المكياج ديالي ولا الحوايج ولا الحوايج كما قلت لكم ديال حنا دابا راه مسينا في طرنا وعاودنا كملنا مع لقيتوني الله مازال كنت مع المده الانسان هادشي اللي كان الخوت وبصحة فطوركم بصحة فطوركم يلاه الخوت تهلاو في راسكم ونتلقى فيديو جديد ان شاء الله. وكنبغي نقول للناس شكرا لكم بزاف على الناس اللي قالوا لي بصحتك الدنيا الكويه اللي جاتني في لانزو. كنبغي نشكر مسكينه اختي اللي صيفطات لي داكشي كنقول لها اختي حيت هي الصراحه اختي بالنسبه لي. بغات تفرحني عارفه عزيز عليا الشكلاط وكتخربط كامل صيفطات لي كنقول لها شكرا لك بزاف وشكرا لكم انتم على اللي جايب عليكم المونتاج ديالكم زوينين. وصافي هادشي اللي كاين الخوت كنتمنى الفيديو تكون عجبكم وفوجتو معنا. المهم فوجتو الاغنيه ديال يا رميمه ويا العزيزه اللي وليت درت في هذا الفيديو حتى عزيزي عليكم اللي عجبتو الاغنيه وقالوا لها دنيا عارفك سميت الاغنيه سميتها دخلوا الدنيا بلا تكتبوا يا رميمه ويا العزيزه دنيا بلا طلع لكم الاغنيه ديال الام هادي. وكمن هاد العواشر كنبغي نقول لامتي الله يرحمك ويرحم جميع الامهات يا ربي ولي عندهم ام الفرا يخليها لي واللي مميته الله يرحمها. وهذا الشيء اللي كاين خوت يلا السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. سلام السلام عليكم.